اهلا بحضراتكم. الحقيقه زي ما كلنا عارفين ان رئاسه الجمهوريه اصدرت يوم الاحد قرارا بقانون رقم 107 لسنه 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامه، المواكب، التظاهرات السلميه والمعروفه اعلاميا بقانون التظاهر. هذا القانون الحقيقه ظهر على الساحه يعني في جدل كثير ومعرفش ليه كثير الحقيقه، ولكن هنعتبره من البعض لان اكيد يعني من وضع هذا القانون هو بشر، وبالتالي اذا كان في بعض الثغرات الناس بتتناقش عليها او هناك جدل، ولكن في الاول وفي النهايه لا يصح الا الصحيح ولا يستقيم الا ما هو الصحيح، ده حقيقي. لكن احنا نخرج عن هذا القانون، ان احنا بالفعل نقوم بخرق هذا القانون بهذه الممارسات الخاطئه وبالفعل اللي كان امام العالم شكل غير لائق بالشعب المصري، لكن لابد لنا من وقفه امام ما حدث كل يوم، لابد لنا من وقفه حتى نصل الى الشكل السليم والخروج من هذه الازمه وهي قصة عدم التوافق حتى في قانون التظاهر. معنا للحديث عن المشهد السياسي وقانون التظاهر الخبير الأمني سيادة اللواء علاء الدين صالح. طبعا سيادة اللواء علاء أنا برحب بحضرتك، والحقيقة هذا الموضوع ليس بالسهل وليس بالهين، لأن احنا في بداية هذا الأمر وإحنا بنستعد لخارطة الطريق، وهذه خارطة الطريق لازم تكون واضحة ولازم تكون مش هنقول توافقية 100% كلنا متفقين عليها، ولكن لازم في البداية نحن نحترم القانون مهما كان حتى نلتزم أو حتى تتشكل هذه الخارطة بشكل صحيح أمام الشعب المصري. حضرتك عملت مقارنة جميلة جدا ودراسة، مقارنة ما بين كل القوانين اللي في العالم اللي بتنظم التظاهر. خلينا نقوم أو يعني نقول بالضبط قصة تنظيم المظاهرات، لأن هذه هي الكلمة الصحيحة وعملية تنظيمية. هذه المقارنة لفتت نظرنا، وبالتالي حضرتك موجود النهاردة مش لإبداء رأيك فقط، ولكن السادة المشاهدين نعلمهم ونثقف المشاهد عن ماهية هذه القوانين العالمية وكيف لنا أن نأخذ من هذا التطور إذا جاز لنا التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. هو دايما القانون بيمثل يعني التطبيق المطلوب خلال فترة معينة من الزمن تتلائم مع الشعب أو تتلائم مع الظروف. أولا الناس كلها فاكرة أنه الموافقات من الداخلية، ده أبدا، ده اختار للداخلية، يعني ما حدش قال أن الداخلية هتوافق أو ترفض، ده قاضي، القاضي هو اللي هيوافق ويرفض بعد ما يعرض على الموضوع على يعرض عليه من خلال الداخلية. إذا كان عندها وجه اعتراض فيبقى نمرة واحد، ما فيش حد يعني ما حدش قرأ على فكرة القانون، اللي اعترضوا ما قروش القانون. القانون بتاعنا هو أخف القوانين عالميا. نقدر ندي فكرة سريعة عن أهم نقاط يعني القانون. أنا مثلا في الألماني مثلا، الألماني مثلا قال لك يكفل الدستور الألماني لكافة المناطق حق التظاهر السلمي. السلمي خلي بالك من اللي أنا بقوله عشان السلمي الغير سلمي تعامل عنيف جدا. يجب الإخطار بموعد ومكان المظاهرة قبلها بأسبوع، إحنا عندنا 3 أيام قبلها بأسبوع، وفي حالة الضرورة يوم واحد. يجب توضيح أسباب المظاهرة ومن هم المنظمين والمشاركين ومدة المظاهرة. من حق السلطة الألمانية إلغاء المظاهرة أو تعديل مسارها أو تأجيلها أو تغيير مكانها إذا رأت في ذلك ضرورة. من حق السلطة الألمانية تصوير المظاهرة وحالات الاشتباه من أي شخص مشارك فيها، يحق لها أن تعتقل مباشرة بدون إذن قضاء. الاشتباه فقط. اشتباه. نعم. كويس؟ تخش تعتقل وتخرج. يجب من حق السلطة الألمانية تصوير المظاهرة وحالة الاشتباه في أي شخص. يجب أن تبتعد المظاهرات السلمية عن أجهزة الشرطة وكافة الأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة بمساحة لا تقل عن 2 كيلو. القانون المصري 200 متر. عادي. لا يجوز للمتظاهرين قطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو الحيوية وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية. يحق للمنظمين اللجوء للقضاء المستعجل في حالة اعتراض الجهات المختصة على مكان أو موعد المظاهرة. على قوات الشرطه تامين وحمايه ارواح كافه المتظاهرين السلميين. حضرتك بس انا عايزه افهم في البدايه قبل ما نعقد بقيه المقارنه، هل حضرتك بتقوم بعرض كل قانون تظاهر لكل بلد، ولا هل احنا بالفعل
يعني هنقوم يعني بتوضيح القانون بتاعنا الاول عشان بعد كده نعمل مقارنات. القانون بتاعنا هو اخف الشروط في كل دول. في كل دول. طيب حضرتك دلوقتي جبت الالماني. ماذا عن الفرنسي او الانجليزي؟ هل ده ممكن برضو هيفيدنا؟ دي نقطة على فكره، مش القانون نفسه، دي النقط البارزه. البارزه اه طبعا البارزة. يعني مثلا يعني الفرنسي تفاصيل. مسميها الفوضويين. لانه مسمي اللي يخرج عن السلميه فوضويين يحق الاعتقال والضرب بالنار دون دون اذن قضاء. طب احنا بس مش عايزين نحط يعني بين قوسين علشان ما نحمس يعني او ما نعليش الموضوع، خلينا ندخل في بقيه القوانين. الاسباني مثلا، الاسباني في حاله خروج المنظمين عن نطاق الموافقه اللي حصلوا عليها، ايوه، في مغرامه تصل ل 600,000 يورو. 600,000 يورو عشان ال 10,000 و30,000 اللي عندنا كتير. المواطن الغلبان يدفعها منين؟ طب المواطن الغلبان يلتزم بالقانون. ايوه يلتزم بالقانون وينزل بالقانون ويحافظ على المسيره بتاعته ويفي بالشروط عمليه التنظيم. نعم تمام. اذا كانت قريبا مبنى البرلمان يمنع، ويمنع ايضا اهانه اي ضابط او اي شخص من السلطه يعني. نعم. كويس. وفي حاله اهانه ضابط، اهانه يعني لو شتم اهانه ده كده كمان تعدي. وهنا كمان في اعلام للشعارات الموجوده بالزبط. وكانت الشعارات دي موجوده ان هي هتهين بعض الجهات بالظبط. وفي منع رفع اي شعارات عنصريه او ضد اي حاجه. يعني ضد اي اجهزه حكوميه او عسكريه. 30,000 يورو لو تعدى، لو اهان لو اهان في الشعارات. أيوة. الامريكي اكد على ان التظاهر بالقرب من مواقع عمل المسؤولين الحكوميين ممنوع. اعتقد ان المانيا برضو قالت نفس الكلام بس في سياق اخر. ان هم ما يقربوش من الاماكن الحيويه، كل قوانين العالم. طيب انا عايزه اعرف برضو هذه نظره بقى، نظره عامه، عايزه الحق لان الفقره عندنا صغيره. أيوة. وعايزه استفيد بحضرتك يعني قدر الامكان. لما حضرتك عقدت هذه المقارنه، هيك شفت او فعلا لقيت علامات استفهام كثيره على البعض اللي هم بيثيروا الجدل حول بعض التفاصيل الدقيقه؟ يعني مثلا عدد المتظاهرين، هناك هذا الجدل، عدد المتظاهرين يقفوا فين بالتحديد؟ يعني هذه التفاصيل هم بيقولوا لا احنا مش هنعد لكم مين كم واحد هيقف. ممكن هو المفروض المنظم هو اللي يقول انا متخيل او مرجح ان هيجيني من 500,000 لو زاد او لو قل. لو زاد لازم يخطر الداخليه، يخطر أيوه. مش ياخد موافقتها، يخطر عشان انا ممكن اغير الشوارع اللي هو ماشي فيها. لو كان هو عامل 1,000 وانا عندي معلومات بحثيه بتقول انه هيشارك 50,000 وهيمشي من شارع صغير، لا انا اقول له لا تعالى امشي من الشارع الفلاني وانا احط لك الاجهزه الامنيه اللي تساعدك، لان انا بدل اخطرتني انا اصبحت مسؤول عن روح او ارواح الماشيين في المسير. طب حضرتك يعني كيف قرات هذا المشهد، مشهد هذا تظاهر واختراق قانون التظاهر؟ هو تحدي لسلطات الدولة. يعني أنا اللي شفته امبارح ده تحدي لسلطات الدولة. مش معقول 100-200 واحد هيفرضوا إرادتهم على المجتمع. لا يمكن. أنت بتقول، أنا عايز أقول لحضرتك أمريكا قالت إيه؟ ده أمريكا رد الفعل؟ قالت رد الفعل حضرتك تقصد؟ أمريكا قالت تعرب عن قلقها لأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية. طب ما قلتيش بند واحد لا يفي بالمعايير الدولية. احنا اقل المعايير الدولية التي طبقت سابقا. كويس. امريكا لو عاملة مظاهرة لازم تمشي على الرصيف اليمين. ولو نزل المواطن من المظاهرة في الشارع اللي هو بينظمها المواطن بيعامل بمنتهى القسوة. انا بس عايز اعرف قبل ردود الافعال، عايز اعرف راي حضرتك كيف قرأت هذا الشكل من التعامل واختراق هذا القانون؟ هو تحدي. انا ده قانون لما كان بيدرس في مجلس الشورى ايام الاخوان قيل ان العلمانيين الكفرة لا يريدون هذا الكلام وعايزين فوضى. لما تعامل في صدر به قانون من الرئيس قيل انه اللي بيعترضوا عليه هم اللي عايزين الفوضى، وده حقيقي. هو احنا عايزين فوضى في البلد. يعني انا عايز اقول نقطه قبل حضرتك. اتفضل. ما هي الوسائل التي تحمي هذه المظاهره اذا دخل فيها
عناصر مخرجة. اندساس. اندساس. نعم. لازم الشرطة لازم تبقى عارفة مين المنظم وعددهم كام وماشيين في شوارع ايه عشان اقدر اقوم بدوري. طب حضرتك شايف هم معترضين على ايه؟ او ايه النقاط اللي هم بيروا بالفعل انها مثيرة للجدل؟ ان الشرطة هتمنع. الشرطة مش من حقها في القانون انها تمنع. انها تمنع ولا ان هي تقبض او انها تقابل العدوان بالعدوان ام ماذا؟ هو الجدل في ايه؟ انا عايز حضرتك او السادة المشاهدين يقولوا لي مظاهرة واحدة نزلت بلا خسائر من 25 يناير حتى الان. مظاهرة واحدة نزلت بلا خسائر. واحنا توقعنا او اعتبرنا ان هذا القانون هو اللي هيقوم بتنظيم هذا الشكل من المظاهرات حتى تقل الخسائر. ديمقراطيا. احنا عايزين دولة ديمقراطية، بنسعى لتأسيس دولة مؤسسات. دولة المؤسسات لازم احدد لها هتعمل ايه في الوقت الفلاني وحدود سلطتها ايه. انا مش معقول يعني الازعاج الزمامير اللي بيعملوها الاخوان دي مش مزعجة للناس؟ طيب خلينا بس في قانون التظاهر، لان الجزئية دي الحقيقة يعني عايزة اقول ان الصغير والكبير حتى اطفالنا دلوقتي بيبصوا على شكل هذا التظاهر او هذه التظاهرة. عايزين نقول احنا كخبراء امن او خبراء امنيين ازاي احنا نعيد، مش عايزة اقول تشكيل هذا القانون، هل بالفعل ممكن الحكومة تعيد النظر في بعض النقاط او بعض الدقائق داخل هذا القانون؟ لازم يتقال ايه النقط اللي بتثير جدل. انا مش شايف والله ولا نقطة تثير الجدل. هي تفاصيل مش تفاصيل يعني مثلا ايه الهدف من منع صدور هذا القانون؟ هي دي النقطة اللي نبص لها. صارت الفوضى، ده دوام الفوضى، ده مش عايزني أأمنك ليه؟ عشان تستمر الفوضى. وكمان سرعة خروجه، خرج هذا القانون سريع بعيدا عن الدستور تماما علشان يحمي الأمن ويحمي المجتمع والاستقرار. كان موجود وكان الإخوان هم اللي في عصر ما كانوا هم اللي عايزين يخرجوه. خفف وخرج وليس مقصود به فصيل واحد. على فكرة كل الفصائل، أنا بصيت في النت امبارح، كل الفصائل اعتبرت أن هذا القانون صادر لمواجهتهم هم الإخوان، ست أبريل، مش عارف مين، العلمانيين، كل واحد كل فصيل قال ضدي. لا مش ضد حد. إذا لم نتكاتف فخلاص بقى. حضرتك شايف يعني حضرتك شايف احنا ممكن يعني نتعامل مع هذه الأزمة ازاي؟ ما احنا لو ما احترمناش هذا القانون مش هنحترم أشياء كثيرة. لا الشعب بيحترم القانون. نعم الشعب محترم القانون. أنا متأكد إن الشعب محترم القانون ونفسه إن الجو يهدى شوية. الشعب حاجة كبيرة قوي يا فندم. أيوه. مش 100 200 واحد اللي حضروا. علشان كده يا فندم احنا عملناها تجربة امبارح، أو لو خرجت بعد موافقة وزارة الداخلية على هذه التظاهرات الخروج وظهرت هذه التظاهرات بهذا الشكل. ماذا ننوي أن نفعله حتى نخرج من الأزمات الأخرى؟ الشرطة لم تتعامل بحرفية؟ الشرطة في جميع المظاهرات السابقة حتى في فض الاعتصامات السابقة لم تتعامل بحرفية؟ بمنتهى الحرفية. نعم. الجيش والشرطة تعاملوا في معظم المواقف بمنتهى الحرفية. ده المفروض القانون ده بيطبق على هيئات حكومية أيضا ولا؟ كل من له حق، كل مواطن في مصر له حق التظاهر، حق مكفول دستوريا في العالم كله وفق المواثيق الدولية. الحقيقة هنا سيادة اللواء هاني عبد اللطيف لما قال إن الشرطة، عجبتني قوي هذه الكلمة الحقيقة، برضو احنا عايزين نوضحها. الشرطة لا تصنع القانون لكنها تنفذه، بس وحال تقصيرها في عدم تطبيقها يجب أن يحاسبنا الشعب المصري. ده أكيد. يعني احنا عايزين نأكد بس على هذا الدور اللي بيقوم بالشرطة أو بتقوم بالشرطة. هل كلنا متفقين على دور الشرطة ولا هي حامية فقط لهذه التظاهرة؟ لا مش حامية. هي منفذة للقانون والقانون أمرها بحماية من يلتزم، فبتقوم بدورها في حماية من يلتزم. ومن يلتزم بالقانون هيجد الشرطة مش بتحميه بس، بتحطه على رأسه من فوق. حضرتك شايف ممكن تبقى يعني الخطة القادمة ايه؟ هل ممكن تبقى خطة قادمة مختلفة عن مخطط لها الحكومة، ام الحكومة ممكن تراجع هذا القانون مرة اخرى حتى يعني مش هنقول ترضي جميع الاطراف ولكن الى حد ما تحاول انها تحد شوية من بعض النقاط ومن بعض الثغرات او من بعض نقاط الجدل؟ والله نتمنى يعني اذا كان في تخفيف اكتر من كده. يعني انا صدقيني والله انا جايب لحضرتك القانون الامريكي، ده بشع. فعلا هو ده يعني بشع. هو صارم وقوي وحاد جداً في التعامل حتى جداً مع المتظاهرين. القانون الانجليزي منتهى الصرامه. احنا خدنا اخف
اللي ما الاخف القوانين اللي تتلائم معانا. يعني القانون الامريكي مثلا لا يجوز التظاهر بجوار مؤسسات حكومه، نوادي، بنوك، مكاتب بريد، مدارس، انها كلها مهدده، ممنوع، ممنوع تماما. طب يعني انا اتمنى ان الحكومه تسارع في تحديد مواقع محدده، بالظبط، مواقع محدده للتظاهر فيها، يعني نحدد في كل منطقه مكان يسمح فيه بالتظاهر. يعني انا ببعت اختار، انا مواطن عايز اتظاهر، ابعت اختار لاي مكان في اقرب مكان لو في وزاره الداخليه جنبي، انا هنزل اتظاهر في المكان اللي انتم محددينه. هنفترض مثلا ايه استاد القاهره، يعني حضرتك شايف ان المكان لابد ان هو يتغير، يبقى ليه مكان محدد، لازم في مكان حتى محدد. الكل عشان ما تبقى معظم كل معظم هذه القوانين هذا هو الفارق، كل المباني تبقى مؤمنه، هذا هو الفارق. ان بره سايبين السلطات البلديه تحدد الاماكن، اللي ما فيهاش خطوره لا امنيه لا على المنشات ولا على الافراد. عشان كده بتفكر بعض المحافظات انها تضع اماكن خاصه بالزبط. ويطلق عليها هايد بارك بورسعيد، هايد بارك الاسماعيليه، مش لازم هايد بارك، وبالتالي انا بقول يعني تمثلا نعم واخطر وزاره الداخليه عملية. وزاره الداخليه ليس لها الاعتراض. طيب يعني بتخطر احنا القاضي اذا كان عندها ما يفيد تاخد رفض من الأرض. طب العقوبات الرادعه، اخر نقطه هتكلم فيها، العقوبات الرادعه لمن لم يمتثل لهذا القانون، بمعنى تفاصيله ان انا ما اخطرش، انا مش هنزل يعني امسكك بالظبط كده. يبقى عشان كده احنا بنقول اذا تخطى حدود السلميه دخل تحت طائله. مش السلميه يا فندم، هي اساسا الاخطار فقط، حتى كمان الف ب هذا القانون وهو الاخطار. الاخطار وانا لا افعل هذا الاخطار، هفترض اني انا ما اخطرتش ونزلت، بدل سلمي ليا غرامه، لو خرجت عن السلميه دخلنا للحبس. دخلنا للحبس. طيب يعني امنيات حضرتك في نهايه يعني حوارنا، وان شاء الله احنا يوم بيوم متابعين هذا الموضوع وهذه الاختراقات وتطبيق هذا القانون، امنيات حضرتك؟ امنياتي ان الناس تقرا قبل الاعتراض، تقرا. درسنا في الامن القومي ان احنا بنعرف نقاط ضعف العدو ونقاط قوتنا، وبنلعب على نقاط ضعف العدو، الطرف الاخر، احنا عدو بالنسبه للاخرين. احنا عندنا مشكله كبيره اسمها الشائعات. نعم. بيتلعب بينا بالشائعات، ويبث فينا سموم للاسف تقود كثير من الشباب او كثير من الشعب لمناطق سيئه جدا، وبيستغلوهم في انهم يبقوا ضد البلد بالشائعه. على فكره انا يعني بعتبر ان هذا القانون وخروج هذا القانون بروفا لينا يا جماعه، قبل صدور الدستور او بعد او قبل خروج هذا الدستور ان شاء الله، زي ما سيادة اللواء علاء قال دلوقتي، ان احنا لازم نقرا كويس قوي قوانيننا، لازم نقرا كمان دستورنا، علشان ما تحدث هذه بالزبط الاشكال بالزبط من بالزبط اشكال عدم المعرفه، وبالتالي كل بينساق ورا الشائعه كما اشار سياده اللواء علاء. طبعا بشكر حضرتك لوجودك معانا، وان شاء الله هنتابع مع حضرتك يعني هذه الاحداث اول باول، وان شاء الله نشوف ايه الجديد باذن الله بما يصلح لهذا المجتمع باذن الله المصرنا الغاليه. ان شاء الله. الخبير الامني سياده اللواء علاء الدين صالح، بشكر حضرتك لوجودك معانا، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق يا رب العالمين في الاعمال الحقيقه على الخروج هذا البلد من هذه الازمه. مشاهدينا بنشكر سياده اللواء علاء الدين صالح، وبنخرج مع حضراتكم سريعا لتقرير عن السياحه، ونشوف يا ترى اخبار السياحه ايه، ولكن بعد التظاهرات فعلا السياحه تكون مستقبلها ايه. خليكم معنا.